فرحة العشاق جاءت بالتزامن مع علو النشيد الوطني في أرجاء ملعب الشهداء بتعز أثناء تدشين الاتحاد العام لكرة القدم أولى مباريات الدوري التنشيطي بين ناديي الصقر والرشيد. ندشن بطولة الدرجة الأولى والثانية التنشيطي العام 2019 المعد من قبل الاتحاد اليمني لكرة القدم، والذي سيكون على مستوى الجمهورية اليمنية في جميع المحافظات. أول محافظة تبدأ بالبطولة هذه التي وافق الاتحاد على إقامتها، والتي من خلالها سيمثل اليمن في المحفل الآسيوي والعربي بطل الجمهورية. على حد سواء دقت قلوب اللاعبين والمنظمين وعشاق كرة القدم فرحا بعودة الأنشطة الرياضية الرسمية إلى أرضية الملعب بعد قرابة نصف عقد من الزمن على توقفها في عموم البلاد. اليوم تنطلق أولى مباريات الدوري التنشيطي العام الذي ينفذه الاتحاد العام لكرة القدم لأندية الدرجة الأولى والثانية في محافظة تعز. يشارك فيه نادي الصقر والطليعة والأهلي والرشيد، وكانت البداية من تعز، وانطلقت فعالية الدوري العام من محافظة تعز كأولى محافظة تقيم فعالية الدوري. غمار منافسة شرسة بين ناديي الصقر والرشيد منذ الدقائق الأولى للمباراة، حيث أحرز الصقور الهدف الأول في الدقائق الأولى من الشوط الأول في مرمى الرشيد الذي بدأ هجماته المتكررة على مرمى الأصفر عقب صعقه بالهدف، غير أن محاولته باءت بالفشل حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول التي تمكن فيها الأخضر من تعديل النتيجة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي واحدا لواحد رغم المحاولات المتكررة والخطرة من قبل الفريقين. والله المباراة كانت حماسة اليوم ضد فريق الصقر. الصقر فريق كبير يمتلك عدد من المواهب الشبابية، وقاعد علينا احنا نقول بداية المباراة، والحمد لله تدارك هنا وقبل التعادل ضيعنا اكثر من فرصة. كان مجهود اللاعبين تعادلنا وعدوا كنا افضل، والمفروض نحن اللي نفوز الحمد لله، ما قصروا اصحابنا ما قصر المدرب. اما مباراة الاهلي والطليعة فقد حسمت لصالح الاحمر منتصف الشوط الثاني رغم النقص العددي في الفريق عقب طرد احد لاعبيه. الحمد لله كان مباراة كويسة، وتقدمنا ب1-0 والحمد لله، والفوز كان الخصم قوي جدا، لذلك فزنا، وان شاء الله البطوله لنا. اصرار تعز على نجاح الدوري بدا واضحا من خلال استعدادات استمرت قرابه شهر جرى فيها اعداد اللاعبين وترميم مكتب الشباب والرياضه لملعب طالت انواع القذائف الحوثيه، وترتيبات فنية أدت إلى نجاح أولى مباريات الدوري بشكل فاجأ الجميع. بعد توقف عجلة كرة القدم عن الدوران لأكثر من 4 أعوام بسبب حرب الميليشيات الانقلابية، ها هي تعود مجددا بانطلاق أولى مباريات الدوري التنشيطي على ملعب الشهداء بمدينة تعز. عبد العزيز الضبحاني من شباب تعز.